اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد ورا كل بطل الحقيقه اسره واقفه وراه وبتدعمه بشكل كبير، والحقيقه عندنا نموذج لده طبعا والد والده مصطفى، والحقيقه مشرفينا النهارده. واحنا كنا حريصين لقائنا النهارده يكونوا هم قبل كمان مصطفى، لان هم ليهم دور كبير جدا جدا. في البدايه برحب بالاستاذ محمود عسل والد مصطفى عسل. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك استاذ، حضرتك الصحه نورنا. الف مبروك. احنا بيتنا والله، مش حاسين طبعا يعني بيتك غربه على المكان، وده اول مكان دايما قلبنا تتجه اليه على طول. حك عارف يعني طبعا. ومعانا وبنرحب بالترند الاول في مصر الفتره اللي فاتت، والحقيقه بحركه عفويه يعني مشاعر ام دخلت لمصطفى الملعب، حضرته وبسيته والدته الاستاذه منى مدحت. الحقيقه اللي اللقطه دي عملت شغل جامد جدا. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بحضرتك يا استاذ. يعني طبعا الام ثم الام ثم الام، مفيش كلام. الصراحه فعلا كان الموقف ساعتها انا ما كنتش حاسه بنفسي الصراحه. ايه اللي حصل احكي لي؟ هو كان في ضغط جامد جدا في البطوله دي واللي قبلها، لان البطولات كانت ورا بعض تقريبا ما بين الجونه في دوري وبعد الدوري على طول كانت بطوله الثمانيه. فانا عايزه اقول لحضرتك كنا مضغوطين اساسا في بطوله الجونه. فالحمد لله ربنا كرم. وبطوله العالم كانت قبلها كمان فيها. واتظلم فيها مصطفى جامد جدا، فكان في ضغط رهيب. رهيب، وهو كان ضغط مضغوط كمان يعني كنت حاسه بيه. حاسه بيه امه طبعا. كنت حاسه بالتمارين بتاعته، بيبقى عايز يعني يعمل اكتر 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 حبيبي. مجهود جامد جدا. كان بيصعب عليا بطريقه رهيبه، يعني الجدول بتاع النيوتريشن بتاعه ساعات ممكن في وجبه ممكن ما ياكلهاش، فلان انا بقى اللي بحضر بقى الحاجه، يا محمود في وجبه ما اكلهاش، في حاجه ما اتاكلتش، طب اسال الدكتور، طب بتاع، فحاسه بيه جامد جدا. شايله هبه جامد. فكان الضغط، وبعدين بحس اكتر بمحمود كمان بيبقى قلقان. برضه بيلعب محمود. مصطفى بيلعب جوه واستاذ محمود بيلعب بره، عمال يعمل كده ويعمل كده. ما كانش كده على فكره والله. لا ما كانش كده خالص. يعني بقى بيتشد جامد.